زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كيمو مساء الفل عليك. مساء الفل عليك زميلي امير، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين وكل مشاهدي متابعي قناه الاهلي. طمنا كريم على استعدادات النادي الاهلي واستئنافه لهذه الاستعدادات للموسم الجديد، الكواليس كلها ماشيه ازاي؟ التدريبات عباره عن ايه؟ انت اللي متابع، قول لنا كل الامور اخبارها ايه في النادي. بالتاكيد يا امير، بالفعل يمكن بدا النادي الاهلي او استعد من جديد او استعد من جديد للموسم الجديد، وايضا كمان تكمله الموسم اللي احنا لسه ما انتهاش حتى هذه اللحظه، موسم 2018 2019. استعدادات اكيد بالنسبه للنادي الاهلي على ملعب مختار السيتش، استعدادات كلها تدريبات بدنيه، مفيش حمل تدريبي طبعا يقدر ان هو مستر مارتن او الجهاز الفني يرفع الحمل التدريبي دلوقتي، نظرا لاستغلال المعسكر، معسكر فريق النادي الاهلي في اسبانيا ليه حسابات خاصه. الكابتن سيد زي ما انت عارف طبعا مع امير توفيق كانوا متواجدين لمعاينه المعسكر والماتشات الوديه والترتيب للاستفاده بشكل كبير جدا. المعسكر ده هيتبني عليه حاجات كتير جدا زميلي امير، هيتبني عليه الموسم الجديد، هيتبني عليه ثلاث مباريات، مباراه في الكاس ومباراه المقاولون ومباراه الزمالك، فمحتاجين تركيز كبير جدا وان احنا نستفيد بيه كل يوم وكل ساعه في هذا المعسكر، وده اللي بيتم بالفعل من الجهاز الفني. لو بكلمك كمان على التدريبات حتى دي اللحظه، يمكن مستمرت المجتمع بالجهاز الفني، كابتن يوسف، كابتن سامي، كابتن طارق، كابتن سيد، وبيتكلموا طبعا على النهارده الجرعه التدريبيه هتكون ايه. من الواضح ان هي يعني فيها بعض الحمل التدريبي البسيط، فيها بعض تدريبات الكره، مخصص مستر الكاندرو مخطط الاحمال لبعض الفقرات التدريبيه بالكره، فيها حمل تدريبي لكن يعني مش هيبقى حمل تدريبي كبير. عايز اكد لك كمان النهارده يمكن كان في غياب ليه امس بالنسبه للاعبين، يعني مش شفناش وليد ازارو بالنسبه للتدريب الاول امس، علي معلول، جونيور اجيه، احمد فتحي، لكن من الواضح ان احمد فتحي بالفعل النهارده بيظهر في اليوم الاول لتدريبات فريق النادي الاهلي، متواجد احمد فتحي على دكه البدلاء في ملعب مختار بيتش. لكن بشكل عام امير لسه خلاص، يعني لسه يمكن بكره او بعده التدريبات مستمره لغايه يوم الاربعاء في تمام الساعه 6 مساء، كل الايام اللي جايه ابتداء من اليوم حتى يوم الاربعاء الساعه 6. لكن يوم الخميس يعني لما اتاكدنا طبعا من كابتن سيد هيكون في تدريب مسائي وصباحي، تدريب الساعه 9 صباحا يوم الخميس، وايضا تدريب 6 مساء. يوم الجمعه يكون راحه لفريق النادي الاهلي على ان يعود من جديد يوم السبت، لكن لسه تحديده هيكون صباحي او مسائي، لسه الامر ده طبعا هيترك او هيحدد يوم الجمعه. لكن بشكل عام كل متواجد، كل لعيبه النادي الاهلي تعلم اكيد اهميه هذه المرحله، مرحله الاعداد، مرحله الموسم الجديد، مرحله كمان ان يكون في يمكن الفتره اللي جايه يكون فيها تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، يحافظوا على نفسهم من الاصابات. لعيبتنا باذن الله لعيبه المنتخب ان شاء الله تعود لنا بعد البطوله، ان شاء الله تكون مصر متواجده بهذه البطوله، يكونوا محافظين على نفسهم للانضمام مع كتيبه النادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام وايضا كمان بطوله كاس. طيب كريم، عايز اسالك موقف المعارين، هل في حد من لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا معارين لبعض الانديه مع انتهاء الموسم، خلاص الموسم بالنسبه لهم انتهى، او بعضهم الموسم بالنسبه لهم انتهى، هل انضموا خلاص للتدريبات مع النادي الاهلي بدايه من امس؟ لا يا امير، يمكن حتى النهارده لان لسه ما شفناش حد من كل لعيبه المعاره اللي كانت متواجده في الموسم الحالي حتى هذه اللحظه متواجدين النهارده في التدريبات او امس في التدريبات، لا، لكن من الواضح ممكن خلال الايام القادمه يكون بالتوالي طبعا ممكن يكون في اي من اللعيبه يظهروا مع تدريبات النادي الاهلي. لكن كمان عايز اكد على نقطه، من الواضح ان يمكن في عدد كبير من اللاعبين الشباب متواجدين مع فريق النادي الاهلي، في عجز طبعا في العدد بالنسبه للتدريبات والجرعات التدريبيه، فبنشوف اكثر من لاعب يصعد من قطاع الناشئين بتواجد مع النادي الاهلي، سواء لاكتساب الخبره او ان هم كمان يكونوا زي ما بقول لك في العدد في التدريبات، يكون في زياده عدديه وفره العدديه عشان مستر مارتن والجهاز الفني يبقى الجرعه التدريبيه السليمه يستفيد منها كل لعيبه النادي الاهلي. شريف اكرامي اخباره ايه؟ متواجد في التتش ولا لسه الامور بالنسبه له بسبب الجراحه الاخيره ممكن ما يشاركش في التدريبات النهارده؟ معلوماتنا عن شريف اكرامي ان هو وصل بالفعل وبالتاكيد ان شاء الله يكون متواجد في تدريب اليوم، لكن ممكن يبقى موجود في الجيم، هو ما ظهرش امير دلوقتي على الملعب او متواجد على دكه البدلاء او مع اللعيبه، لكن من المتاكد يعني مؤكد يعني ان شاء الله النهارده يكون شريف متواجد، نطمن عليه كمان من طبيب النادي الاهلي جرعته ان شاء الله التدريبيه الفتره القادمه والطبيه تبقى عامله ازاي، ونطمن كمان كل جمهور النادي الاهلي عليه. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز وصديقنا العزيز كريم احمد.